يكون من الله زلقة بطيحة ما يغلطون ما يصير شيء. بعدين قلنا عيزنا عيسى قاسم في النهاية مواطن بحريني يسري عليه ما يسري على كل بحريني. تحكيت أنا ديش الحلقة وتحكوا الناس وكتبوا الكتاب العالم تنوح والمنار تنوح والمسار الصيح وما يا وهذاك شقق بلاعيمة أول أمس مر يوم اليمعة علي سلمان والمرزوق وبيك بتيكم الحين السالفة بدأت الحملة مثل ما شفتوا حملة قلبوها إلى حملة دينية وليست حملة سياسية مع أن القضية قضية سياسية التبس فيها السياسي بالديني ولكنهم استغلوا الدين للتحشيد. أول شيء طلع عبد الله الغريفي يسمونه العلامة عبد الله الغريفي وأعلن ذاك اليوم بتعليق الدراسة في الحوزات. شوف شوف مسألة دينية وليس مسألة سياسية وليست مسألة مواطن دشوا بيته، لا احنا دشوا حق الدين علشان يبون الناس يبون البسطاء يبون اللي خبركم وراهم. بس العالم قال الدين قال كأنه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. طلع الغريفي وعلق الدراسة في الحوزات وسوى على قولته اعتصام العلماء. هاي العلماء عند ابو جميل تذكرون كله يقول العلماء سوى اعتصام العلماء اعتصموا العلماء خلصوا رد حط صورته حط الغريفي رد الغريفي بس لا تحط حكي حط صورته بس شفتوها هاي صورته. تحمل بس انت هذه اللي ياخذون هذه ويحرقونه عبالهم تاير اللي على راسك ايه كنا سكس ويل هذه حشة والله العظيم. أعلن بيان لجميع المواطنين وهو العلامة الغريفي باسم العلماء ما تمهد تعالوا هناك لدراز وتلايموا العلي والبن علي الأولي والتالي وتموا لك عاد الإعلانات والله تفشل إعلاناتكم قريناها وقموا الناس تضحك عليها تقولون في إعلاناتكم تعالوا في أكل حق 10,000 شخص هذاكم طلع في بني جمرة وهذاكم طلع 5,000 شخص أكل يعني تجيبون الناس بالأكل وهذاك يقول لهم ترى في مبيت وين بتبيت لك 10,000 دوار عادي عندكم تطحهم في السكيك أوه بس عادي 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 ينبطحون حق التبطح حابين ريح 10,000 إعلانة يقول للنوم وين بتنومهم وين بترقد 10,000 فندق ما يشيل 10,000 فندق 5 ستار ما يشيل 10,000 انت بترقدهم في الرستة يا حبكم حق الرقاد ولا قال فقط الرجال لا مفتوحة الدعوة واللبيب بالإشارة يفهموا ويونك ويتلايمون على أساس أن العلماء وينك بجميل قالوا يعني اختلط الديني بالسياسي المواطن العادي. وبعدين ليش تشلخون ليش تشلخون انتو الوفاق 700,000 ادراز الشلية 700,000 مواطن والله تنبط لو دشينها 700,000 وكلهم في دائرة واحدة حسبوها قسموها كم الدائرة المتر المربع يشيل كم شخص كم متر مربع ترى احنا عندنا عقولنا الناس تفهم 700,000 مواطن وين جايين ذلين 700,000 يعني كل البحرينيات كل الطوائف اللي ايده واللي ما ايده وانصاره وغير انصاره احنا اللي ما نايده فوق 500,000 احنا اللي ضده وضد خطاباته فوق 500,000 ايش فيكم بس تحطون ارقام علشان هناك ايران يقولون نجحته ويطرشون فلوس هذا المقصد عشان تبينون حق العالم هناك امريكا ان انتم بي 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 بي. ليش الاعتصام يا عبد الله يا علامه عبد الله غريفي ليش الاعتصام ليش ما هدأت الوضع ليش ما تفهمت الوضع انت خاطبك اليوم عبد الله الغريفي والعلماء العلماء عاد رايحين جايين وراك انت الحين ريال عش في السيده زينب
تميت هناك تعر السوم وتاخذ فلوس وتجيبك الخمس وتجيك خيره وتجيك خيره وانت مندوب فضل الله وما ادري مين. هدأتهم عقلتهم قلت لهم يحدث الخطأ، دشوا بيوت خمسة ستة من عرضهم بيت مواطن، أنا لو دشوا بيتي وقالوا لي هلهم بقول والله بعد معذورين أنا وياكم المجرم نلاحقه. سويتها مستهدف مستهدف المقتنيات. تعالوا بقول لكم عن هالمقتنيات الحين اللي قثيتونا عليه. ايش مقتنيات قصر باكنغهام تاج الملكة؟ يا مقتنيات كلها دوشق مصوفر ملحلح اجلح املح قلبوا مني قلبوا مني يمكن انفضوا عنا الغبار ذاك اليوم. وهذه شكوشي حالة حالة من السوق الشعبي، اظنتي عقب ما احترق السوق الشعبي قطوهم وديت واحدة لها مقتنيات. انا عارف السر، انتو تقولون مقتنيات ما يقولون مقتنيات يقولون اغراض اغراض. المقتنيات تقال للقصور مثل قصر اللوفر قصر باكنغهام، القصور الفخمة الضخمة اللي فيها التحف التي لا تقدر بثمن. انتو تدرون ليش تقولون هاللون؟ تقولون كذي تبون يعطونا تعويض حكومة البحرين 5-6 ملايين دينار 7 ملايين يسكتونا عن المقتنيات اللي راح تدوشك بسبعة ملايين. باكر كلنا بنتبطح للدواشق يا جماعة بنقول مقتنيات. دوشك بعد ومصوفر اتشلح املح يا ليت بعد جديد مقتنيات. انا والله شفتها 20,000 مرة وانتو تحطون هالصورة يا العالم حاطينها يا المنار حاطينها يا المسار حط ما في شيء ما فيها اي مقتنيات. دوشك وهناك واحد ذيك كبت صغير 5 دنانير 10 انزاد بس هاي مقتنياتكم. ما يقولون مقتنيات، تبون فلوس قولوها اشكره. الان نبدا بوقفه قصيره مع كلمه او جزء من كلمه علي بوردة المعروف بعلي سلمان. علي بوردة ذاك اليوم شحط حسه ولا 20 قرشة ماي شرب، شحط حسه وسوى روحه ما يحتاج، السيف عنتر وهو يتفن يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا وغربا وشرقا كنا بوصله بس يسيح ويتمدد كذي يتثن. ذاك اليوم سمعوا يا جماعه تقبلون انتو يا جماعه الخير في البحرين وخارج البحرين احد يقبل في اي دوله مثل هذا التهديد السافر الذي اطلقه علي سلمان يوم الجمعه اللي طافت في الاعتصام؟ سمعوا. رسالتنا الى النظام ان اي تجاوز على سماحه ايه الله الشيخ عيسى احمد قاسم سينظر اليها الشعب ويحمل مسؤوليتها المباشره ملك البلاد شخصيا. فلا يمكن أن نعقل إن تعد يمكن أن يحدث على شخص مثل هذا الشخص وفي مثل هذا الموقف بدون علم القيادة السياسية. لذا سنحمل القيادة السياسية مسؤولية أي اعتداء. خوف ليس على الشخص بقدر ما يمثله هذا الشخص من ضمانة للوطن، فلا السلمية ولا الإصلاح ولا وطنية الحل يمكن أن نضمنها بغير وجود سماحة الشيخ عيسى. ليس بيدي ولا بيد أحد آخر أن يضمن لكم ذلك ويضمن للوطن ذلك، فافهموا. ولم يكن هذا تهديداً، إنه تشخيص للواقع.
سمعتوا؟ يقول نحمل الملك المسؤولية المباشرة. يا طالت وشمخات، شلون علي بوردة؟ بعد الأول الوزراء قلنا ما عليه، المدراء رديتوا على الوزراء تطولونهم من بلاعيمهم وتيبون بهم الأرض، رديتوا رئيس الوزراء. الملك تحمل مسؤولية تفتيش بيت مواطن بحريني. اسمع علي عيسى، كل واحد ترى قال له غلط على علي سلمان، انت مثل الأسطوانة نقلبها دوشك. بيت بابا سنفور فليكن. تحمل الملك المسؤولية، والملك لازم يدري، والملك لا تقولون ما يدري، والملك ولا، وبعدين تهدد لا السلمية ولا الإصلاح، يمكن أن نضمنهم بغير وجود بابا سنفور. فافهموا هذه، وعقب كل هالكلمتين الخطيرتين والتهديدات والوعيد تقول هذه مو بتهديد؟ عقب خراب البصرة بعد شنو الوعيد؟ احنا ورا، احنا ما نعرف عربي، ورا بينا من هناك، احنا من بلاد بابا سنفور ما نعرف عربي. هددت وتوعدت وهددت وحملت الملك الله يحفظه، جلالة الملك تحمل مسؤولية تفتيش بيت مواطن. يا سمعتوا يا جماعة، هذه وين أي بلد تقبل بها؟ أنا أسأل إخواننا الخليجيين، أي بلد تقبل بها أن يقف مواطن يسمى علي سلمان الشهير بعلي بوردة ويسيح ويتمدد وينثني ويهدد الملك ويهدد رأس الدولة، الملك الله يحفظه اللي ما نرضى عليه ولا بكلمة يوقف ذي هدده؟ يقول له حملك المسؤولية. وين ذي؟ وين؟ في أي بلد؟ قول لي علي سلمان، إخواني قولوا لي في أي بلد؟ إحنا لوين وصلنا؟ لوين وصلنا؟ لوين؟ لأين؟ يا هذه بس نموذج واحد من التجاوزات الغير لائقة، من التجاوزات الصفيقة قليلة الأدب، ما تحترم، ما عندها لياقة. لكل مقام مقال، فهموا؟ أقلوا؟ سجلين قالوا من أمن الوباء أساء الأدب. صج حط لي فاصل وبواصل.